طيب، يعطيكم العافية شباب. زي ما ذكرت إنه اليوم إن شاء الله راح نكمل في الفيكتور سيمانتكس، الجزء الثاني من كتاب Speech and Language Processing لدان جيرافسكي وجيمس مارتن. بس بدي أتأكد إنه الصوت واضح عندكم تماما، هيك يعني درجة الصوت كويسة واضحة بالنسبة لإلكم؟ تمام، دكتور. أوكي. طيب، المحاضرة الماضية حكينا عن التكنيكس زي التيرم فريكوانسي والانفرس ديكيمنت فريكوانسي، وكذلك حكينا عن البير وايز البوزيتيف بوينت وايز ميوتشوال انفورميشن او بي بي ام اي، وهدول انه عبارة عن سبارس ريبريزنتيشن، وعادة انه انا لما بدي استخدمهم في كوربوس فعليا انه بيكون الدايمنشناليتي تبعتها من 20,000 لغايه 50,000، which is huge high dimension data. فبالتالي بتصعب، يعني بتصعب علي الامور اكثر في موضوع انه انا بدي ابني عليها machine learning models. هذه نقطه، يعني هذه اول سلبيه. السلبيه الثانيه هي انه هذا representation sparse، هي عبارة عن matrix. احنا اتفقنا انه هي عبارة عن document term document matrix، تمام؟ انه بتكون انا عندي بهذا الشكل، انه انا بتكون في عندي هنا D1 D2 D3، هذه بتمثل انا عندي documents، وهنا بتمثل انا عندي word 1 word 2 word 3 إلى آخره، تمام؟ فهذه إنه term document matrix TDM، هذا المصطلح خلي بالك منه. والvalues اللي بتكون موجودة عندك هنا حكينا إنه يعني هي عبارة عن ال word embedding، وشفنا إنه الطرق تبعتها إنه في ال sparse representation سواء كان term frequency inverse document frequency أو PMI PPMI، انه هي عباره عن فاليو انه تحسب بطريقه معينه. فبالتالي لو كان انه الورد فريكوانسي انت بتحط انه هذا الدوكيمنت وورد واحد مذكوره فيه 3 مرات، هنا مذكور فيه ولا مره، 0 من المرات، وهكذا، تمام؟ لو كان هذا الامر انه تيرم فريكوانسي انفرس دوكيمنت فريكوانسي، فبالتالي انه بتصير بتصير انه الفاليو اللي موجوده عندك هنا انه هي مثلا 0.7، تمام؟ وهنا 0.3 وهكذا. فبالتالي هذه الفاليوز يا اما تيرم فريكوانسي انفرس فريكوانسي او انه PPMI، اوكي؟ هذا زي ما حكينا انه يعني حتلاقي فيه العديد من الزيروز، هذه الماتريكس فيها العديد من الزيروز، لانه انت عندك هذا الوردز هو كل الفوكابلري تبعك، والفوكابلري تبعك زي ما حكينا انه ممكن يكون التكست كوربوس حتلاقي فيه عندك 20,000 عمود، تمام؟ او 50,000 عمود يعني بهذا الشكل. عشان هيك يعني للتأكيد على الكلام انه ما دام انه هي هذه أعمدة، انه فعليا التي دي ام هي انت عندك فعليا هنا وورد 1 وورد 2 وورد 3 الى اخره، وهنا دي 1 دي 2 دي 3، تمام؟ فبالتالي الدايمنشناليتي دايما بتكون للاعمده. هذا هو فعليا الترتيب الصحيح. الوردز انت عندك الفوكابلري هو بيبث اللي انت عندك الاعمده، وهنا الصفوف انه كل دوكيمنت انت بتحدد انه الفاليو هذه الورد موجوده ولا مش موجوده حسب الريبريزنتيشن تبعها، سواء كان تي اف اي دي اف او بي بي ام اي، تمام؟ اوكي. طيب، شو الـ alternative approach؟ الـ alternative approach إنه نستخدم dense vector. أنا في عندي sparse وفي عندي dense. الـ dense إنه عادة بيكون short من 50 لـ 1000، وعادة بيكون 300،
تمام، وعادة ممكن يكون في يعني أقل من 100، بين 50 والـ100 يعني، أو أقل من 100 يعني نوعا ما. هذه شغلة. والشغلة الثانية إنه الفاليوز اللي فيه إنه نون زيرو، يعني حلينا المشكلتين مع بعض. تمام، بس كيف بدنا نعمل هذا الريبريزنتيشن؟ نعمل هذا الريبريزنتيشن من خلال الوورد تو فيك. تمام، من خلال الوورد تو فيك. اوكي، فبالتالي هنا بحاول انه قارن انه ديسبارس مقابل الدنس فيكتور. فبالتالي انه هنا ليش انه احنا نستخدم الدنس فيكتور؟ الدنس فيكتور طبعا يعني بيكون انه طوله اقصر، فبالتالي انه بيكون سهل اكثر انه احنا نستخدمه كفيتشر في الماشين ليرنينج. هذه اكثر شغله بدي اسويها، يعني تتخيل معايا انه هنا بدي ابني نيورال نتورك على سبيل المثال، وهنا الانبوت يعني كل وورد بتمثل فيتشر، وكل انبوت وكل فيتشر انت بده يكون في عندك له انبوت نيورون، فبالتالي انت مضطر تعمل 20,000 نيورون في الانبوت لاير. تمام، ولو كان 50,000 انت مضطر تعمل 50,000 نيورون، يعني فبالتالي الشبكه النيورال نتورك بتكون فيري فيري هيوج. بينما هنا مجرد انه الدايمنشن بتكون انه اصغر بكثير اقصر بكثير، فبالتالي انت بيكون عندك يعني الانبوت نيورون بتراوح بين الخمسين والالف، حتكون انه اقل بكثير. فهذه اول سبب. تمام، فبالتالي انه الشبكه انت عندك في الماشين ليرنينج، او عفوا في يعني بغض النظر عن يعني الالجوريثم، سواء كان ماشين ليرنينج او اي ماشين ليرنينج الالجوريثم، كل ما كان عندك اعمده اقل، فبالتالي انت في عندك ويتس اقل انه انت محتاج انه انت تعملها ضبط او تعملها تونينج. هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه انه دينس فيكتور بيعمل جنراليزيشن افضل من الكاونت. يعني الكاونت هو بس مجرد انه بعد يعني قديش تكرار الكلمات، لكن الدينس فيكتور بيدي لك جنراليزيشن اكثر زي ما حنشوف الان يعني. تمام، الان ممكن يعني ممكن انه يكون اداء ال الدنس فيكتور انه افضل في انه يعمل كابتشر للسينونومي للمعاني. فبالتالي هنا الكار والاوتوموبيل في الدنس فيكتور انت بتقدر تقارنهم مع بعض وتكون السيميلاريتي بيناتهم اكثر. فبالتالي باختصار الدنس افضل من السبارس ريبريزنتيشن او السبارس امبيدنج. ايش انا في عندي اساليب للامبيدنج؟ في هنا عندي الوورد تو فيك، تمام، وفي عندي الفاست تكست، وفي عندي الجي لوب. فعليا انت في عندك اكثر من يعني نماذج كثيره، والنماذج هذه يعني ممكن ان انت تلاقيها على الانترنت بري تريند. ايش المقصود بالبري تريند يا شباب؟ المقصود بالبري تريند انه انت عندك النموذج اوريدي تم تدريبه على داتا سيت، وصار متاح انه اي حدا ثاني انه ممكن انه هو يستخدمه في الموديل تبعه، فبالتالي بوفر عليك جزئيه التريننج. لو في اي سؤال ممكن انه تقاطعوني بشكل مباشر. الحين من ضمن الموديل الذي يعتبر البيرت برضه من الوورد امبيدنج، صح؟ صحيح، بس الوورد امبيدنج عفوا البيرت مش للوورد امبيدنج، هو يعمل بعمل كابتشر للكونتكستوال فيتشرز للشغلات المتعلقه بالسياق، لكن هو عباره عن بري تريند موديل، وبرضه يستخدم نستخدمه في الريبريزنتيشن للكلمات انه في السياق يعني. لكن هنا اللي احنا بحكي انه بنقدر انه يعني مباشره نعمل يصير مثلا وورد تو فيك
نعمل ريبليسمنت له من خلال بيرت موديل. ممكن في بعض التاسك، ممكن في بعض التاسك، لأنه هذا الكلام بيعتمد على حسب التاسك اللي أنت بتشتغل عليها. تمام؟ هو فعلياً إحنا في الكورس هنا رح نعرج على pre-trained models ومن ضمن على البيرت، ونشوف كيف إن إحنا ممكن نستخدمه. كذلك إنه في عنا pre-trained model للword to vec، هي متوفرة أنت عندك هنا ممكن تستخدمها بشكل مباشر. لكن إحنا بنركز على جزئية إنه الموديل هذا كيف شكله من جوا، شو معنات word to vec، شو معنات البيرت. هاي الفكرة يعني في هذه الجزئية اللي إحنا بنشرحها هنا. فبالتالي الـ word to vec هذا popular embedding method very fast to train. تمام؟ والكود تبعه available على الويب. والفكرة في الموضوع نعمل predict أفضل، يعني بدل ما نعمل count. هذه هي البيزك ايديا. فبالتالي سواء كان البيرت أو حتى fast text أو جيلوف أو حتى سكيب جرام أو whatever model نستخدمه إحنا في الإمبيدينج، إيش الفكرة الأساسية تبعته؟ إنه بدنا نعمل predict بدل ما نعمل count. predict لإيش؟ الآن أنا أحكي لك predict لإيش. ال predict يعني على سبيل المثال بدل ما أنت تعد إنه تعمل count كم مرة الword W ظهرت بالقرب من هذه الكلمة، فبدك تعمل train للclassifier إنه تعمل predict، يعني هذا binary classifier إنه برجع لك true false، إنه is W is likely to show near up هذه الكلمة apricot true ولا false positive أو negative. تمام؟ فبالتالي انت يعني زي انت بتعمل capture للكونتكست somehow، يعني افضل ما انه انت تقول لي انه والله هذه الكلمة قديش تكرارها كان في الدوكيومنت. فبالتالي انه كان الريبريزنتيشن انه المحاضرة الماضية لما شفنا انه احنا الهدف الالتيميت جول، الهدف النهائي انه احنا نقدر نمثل ال الدوكيومنتس او حتى الوورد على شكل فيكتورز ونقدر انه نقيس السيميلاريتي بيناتهم. فالان التمثيل انه الفيكتورز يعني هو زي كانه انا بقول انه هل ال W هاي جايه جنب هاي الكلمه، بمعنى اخر هل الفيكتور هذا تبعها جاي جنب الفيكتور تبع هاي الكلمه الابريكوت ترو ولا فولس. فبالتالي هو عباره عن باينري كلاسيفاير. فهيك احنا دخلنا الماشين ليرنينج موديل بدل ما انه احنا نعمل كاونت. هذه هي الفكره الاساسيه بتاعتها. تمام؟ طيب كيف شكله فعليا؟ انه انت على سبيل المثال لو افترضنا انه الدايمنشناليتي تبعتك اللي انت استخدمتها في الامبيدنج هي 4 دايمنشن، فبالتالي كل كلمه بتكون ممثله بفيكتور قديش الدايمنشن تبعه 4 1 2 3 4. هذه الكلمة الثانية cat هيها زي هيك أربعة عناصر، فيكتور مكون من أربعة عناصر، المات هيو فيكتور مكون من أربعة عناصر وهكذا. تمام؟ لو كانت عندك هذه مثلا على سبيل المثال 8، فبالتالي إنه الفيكتور هذا بيكون إنه 8 طوله زي هيك وهكذا. تمام؟ وملاحظ الفاليو اللي هنا فيش ولا فاليو زيرو، كله نن زيرو. تمام؟ فبالتالي انه صرت انت تقدر تعمل، ما دام انه هذه فيكتور وما دام انه هذه فيكتور، تقدر تحسب المسافه بين الكات والمات، لانه هي عباره عن تمثيلها بفيكتور. فالان كيف بدنا نجيب الفيكتور هذا؟ كيف بدنا نجيب الماتريكس هذه؟ كيف بدنا نجيب الامبيدنج فاليوز هاي؟ تمام؟ من خلال ايش؟ من خلال انه احنا نعمل ترين للكلاسيفاير. فعليا احنا مش مهتمين بالتاسك انه انت تعمل لي كلاسيفيكيشن انه ترو او فولس. والله هذه الكلمه جنب الابريكوت ترو او فولس، بقدر ما انه احنا بدنا نعمل لين ران الكلاسيفاير وفي الاخير بدنا ناخذ الويتس تبعته. واضحه هذه الشغله يا شباب؟ يعني رجاء انه تركزوا معايا، لانه هاي بيعتمد عليها شغلات كثيره، وهذا هو اساس ال word to vec او ال word embedding في الدنس. في يعني احنا عندنا ال word embedding
زي ما شفنا انه سبارس يعني تي اف اي دي اف برضه يعتبر وورد امبيدنج. يعني طول المحاضره اللي فاتت واحنا نحكي انه تي اف اي دي اف وحتى هذا انه عباره عن وورد امبيدنج وقدرنا نمثله بفيكتورز، بس المشكله انه الفيكتورز هدول لونج وسبارس. فالان احنا بنحكي طب دكتور بدنا دنس امبيدنج، ودنس امبيدنج يعني الفاليوز اللي فيه نون زيرو. فبالتالي هنا كمان مره انا مش مهتم بالتاسك تبعت الكلاسيفيكيشن، انا مش مهتم بالنتيجه البوزيتيف او نيجاتيف، انا مهتم انه بعد ما الكلاسيفاير يخلص التريننج تبعه انه انا اخذ الويتس تبعته، والويتس هي اللي بتمثل هاي ال ال الفاليوز اللي هي الامبيدنج فاليو. تفضل. اللي كنت بدي اسال عنه دكتور بالنسبه للويت حيكون يعني نسبه مئويه تقريبا، مش باينري كلاسيفاير، حيكون يعني مثلا رينج من 0 ل 1 بيمثل مثلا اللي هو الويت. السؤال كمان مره. الان اللي بسال عنه بالنسبه للويت، الان لو نزلت بس على الصيد اللي تحت شويه، الصيد الثاني الان قلنا احنا مش مهتمين انه الكلاسيفاير انه يكون يعني باينري كلاسيفاير بقدر ما احنا مهتمين انه يكون ويت. الويت لا مش هيك المقصود. المقصود انه انا مش مهتم بالتاسك اللي بيسويها الكلاسيفاير من تصنيف، انه هل الكلمه هذه جنب الكلمه هذه بالنتيجه اللي بيطلعها الكلاسيفاير اللي هي ترو وفولس. انا مش مهتم بالكلاسيفيكيشن تبعه، انا مهتم بالفيكتور انه بعد ما يخلص التريننج انه اخذ الويتس تبعته. تمام وصلت؟ تمام. الويت فيكتور يعني المقصود هنا. بالضبط والويت فيكتور هو هذا. تمام يا شباب، واضحه لكم؟ تمام. عشان نحسب الديستانس بين تو فيكتورز عشان يعطيك السيميلاريتي بين تو. حقيقة اذا انت قدرت تمثلهم كفيكتور زي هيك دنس، خلاص تقدر تحسب السيميلاريتي بيناتهم، يعني صارت انه مجرد انه كالكوليشن. لكن كيف تجيب هدول؟ هنا السؤال. فبالتالي هنا بدل ما نعمل كاونت في الاساليب السابقه اللي هو تي اف اي دي اف والبي بي ام اي، تمام؟ بنروح احنا بنعمل كلاسيفاير، والكلاسيفاير هذا بيروح بيعمل بريدكشن انه هل الكلمه هذه جنب هذه الكلمه ترو او فولس. انا مش مهتم بالنتيجه النهائيه اللي بيطلعها الكلاسيفاير انه ترو او فولس، بقدر ما انه انا بيعنيني انه لما نخلص التريننج انه اخذ الويتس تبعته. تمام، وهي اللي انا بدي اعتبرها انه as word embeddings اللي هي هذا الفيكتور اللي بيطلع. دقيقة بس. تمام يا شباب، واضح؟ تمام واضح. طيب، فبالتالي هي عبارة عن implicit supervised task. تمام؟ ففعليا أنا مش محتاج ل hand labeled data، لأنه أنا فعليا ممكن أجيب الكلمة والكلمات المجاورة لإلها بسهولة. يعني أنت عندك text زي هيك، تمام؟ افترض انه انت عندك الكلمة اللي في المنتصف هي هذه التارجت تبعتك، تمام؟ بالسهولة بتقدر تجيب انه cat playing و the garden انه هذه عبارة عن surrounding words او الكلمات المجاورة لإلك. روح على اي كلمة ثانية اللي هي الجراي، ايش الكلمات المجاورة؟ تنتين قبل وتنتين بعد. هذا احنا بنسميه ويندو. الويندو هاي زي ما انت شايف امامك الشاشة انه WT-2 WT-1 WT الكلمه نفسها، وهنا T زائد 1 وهنا T زائد 2، يبقى تنتين قبل وتنتين
عفوا تنتين قبل وتنتين بعد. اوكي هذول احنا بنسميهم الكونتكست وورد. اوكي ففعليا انا مش محتاج انه انا اعمل ليبلنج لديتا، لانه انت يعني انه انت تجيب كل كلمه والكلمات المجاوره تبعتها، يعني هذه جاست يعني جاست وان لاين اوف كود بتقدر انه انت تجيبها. اوكي فهي المقصود بالفكره اللي هنا، انه هذه implicitly supervised learning training data we no need for hand label data. يعني ما فيش داعي انه انت تعمل ليبلنج للديتا تبعتك. ليبلنج يعني هاند ليبل داتا، يعني زي على سبيل المثال انه انت تجمع تويتات من تويتر وتقول انه هذه التويته بوزيتيف، انت يعني يدويا بتروح تعملها ليبلنج، هذه بوزيتيف هذه نيجاتيف، لا هذه بوزيتيف هذه بوزيتيف هذه نيجاتيف، هذا تايم كونسومينج. هنا التاسك ما بتحتاج هذا الكلام، تمام؟ فبالتالي هنا انه award as near apricot، فبالتالي act as award gold the correct answer، تمام؟ ف والفكره تبعتها اجت من النيورال لانجويج موديلنج. النيورال لانجويج موديلنج ان شاء الله حناخده في الشابتر السابع اللي هو بعد ما نخلص هذا الشابتر، شابتر 6 اليوم نخلصه ان شاء الله. في شابتر 7 رح ناخد Neural Language Modeling. طيب الword topic Skip Gram Task، يبقى ايش اسم الالغوريثم اللي بيطلع لك الword topic model؟ اسمه Skip Gram Algorithm. Skip Gram with Negative Sampling، فبالتالي SGNS، تمام؟ ايش الفكرة تبعته؟ فبالتالي انه هنا word topic provides a variety of options، يعني في له اكثر من algorithm عشان انت تحصل على word topic، انه انت تحول الكلمات لفيكتورز، تمام؟ واحده من الطرق السكيب جرام والنيجاتيف سامبلينج. ايش الفكره تبعتها؟ اول حاجه treat the target word as and a neighboring context as a positive examples، تمام؟ يعني الفكرة في الموضوع انه هيجي لك انه هاي example هذا positive، هذا example تاني negative، هذا positive وهكذا، تمام؟ تمام؟ randomly sample a word over sample other words in the lexicon to get negative samples. تمام. رقم 3 use logistic regression to train the classifier. رقم 4 استخدم الويتس يعني as embeddings. كمان مرة. أول حاجة treat words and neighboring context as positive examples. طلع معايا هنا. أوكي. هاي أنا عندي الـ A. ايش الكلمات المحيطة فيها؟ تنتين قبل وتنتين بعد، اللي هو I saw a cute gray، هذا عبارة عن كله positive example، بروح بحطه كريكورد زي هيك وانه قباله positive example. بعديها بروح للي بعده، هذا عبارة عن instance مختلف، positive example مختلف، وهكذا وهكذا وهكذا، تمام؟ الآن نرجع للكلمة الأولى اللي أنا أخذتها اللي هي الـ A. أخذت الكلمات المجاورة لإلها as a positive example، بروح باخد عشوائياً أي كلمات أخرى من الليكسيكون أنا عندي، تمام؟ وبتكون ما بتشبه هدول الكلمات وباخدها as a negative example. تخيلين معايا كيف؟ واضح يا شباب؟ يعني على سبيل المثال احنا اخذنا انه هذا الاكزامبل هذا بوزيتيف، تمام؟ اوكي بدي اروح اخذ فيكتور ثاني، ايش في الفيكتور الثاني دكتور نفس الكلمه؟ تمام خلص، تمام بعدك جاوبت السؤال. هاي نفس الكلمه وبدنا ناخذ كلمات مختلفه اللي هي كان مثلا واي، وهنا go
وهنا مثلا تي. اوكي هذا بنروح بنعلم الفيكتور هذا as a negative example زي هيك and so on. فبالتالي هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية. اوكي بعد ما نكون الداتا سيت تبعتي اللي هي البوزيتيف اكزامبلز والنيجاتيف اكزامبل ساعتها ايش بنروح نسوي؟ بنستخدم لوجيستيك ريجريشن كلاسيفاير. هذا عباره عن كلاسيفاير اكيد انتم اخذتوا ماشين ليرنينج وعارفين انه واحده من الالجورثمز او يعني الماشين ليرنينج الجورثمز هي اللوجيستيك ريجريشن، فبنستخدمه عشان نعمل ترين للكلاسيفاير عشان يعمل ديستنجويش بين البوزيتيف والنيجاتيف داتا. That's it. بعد ما يخلص الكلاسيفيكيشن بنروح بنستخدم الويتس ك امبيدنجز. That's it. Done. اوكي تمام. كمان مرة عشان ما تلتبسش عليك الامور انت تقول لي ايش هو الورد تو فيك وايش هو السكيب جرام. الword to vec هو عبارة عن representation. إيش الغرض من representation هذا؟ تحويل الكلمات إلى dense vector. تمام؟ طيب في طرق عديدة عشان أنت تحول الكلمات ل dense vector. إيش أول الطرق هذه؟ اللي هي skip ground. في طرق ثانية؟ في. تمام؟ هاي أخذنا أول طريقة وشرحناها وبدنا نتفق إنه هل هي واضحة ولا لا؟ واضحة يا شباب؟ واضحة دكتور. ممتاز. السكيب جرام هو الان جرام يا دكتور ولا مختلف؟ لا مختلف. خلاص تمام. تمام؟ اوكي. الان جرام كريبريزنتيشن برضه بيحفظ الكونتكست بس الفكرة في الموضوع انه انت هنا يعني انه انت بتاخذ الكلمة انه هذه بتعتبرها انه تارجت والشغلات المجاوره لإلك انه هي عباره عن النيبر ووردز. لكن الانجرام موديل يعني بيكون الريبرزنتيشن تبعه مختلف انه بروح بجيب لك كل الكومباينيشنز تبعتك للانجرام. يعني لنفترض انه هاي الجمله بدنا نعمل منها تري جرام. تمام التريج عفوا او خلينا بايجرامز. بايجرامز فحياخذ لك ليمون بالضبط ليمون اي بعديها اي تي سبون بعديها تي سبون اوف زي هيك. تمام وهذا 2 جرامز. التري جرامز كل ثلاث كلمات بالضبط وبتعمل شيفت زي هيك بهذا الشكل. تمام وهنا ما في تحديد شو هي التارجت وورد. هذا عباره انت بتعتبره انه از ا فيتشر. يعني السؤال اللي انت سالته اجى في محله واجى في وقته انه انت بتعتبره انه هذيك بالضبط انه هذا فيتشر كله هذا على بعضه اللي انت شايف اللي انا معلمه هذه عباره عن لينجويستيك فيتشر عباره عن انجرام فيتشر. تمام لكن هنا السكيب جرام بيكون في عندك مارك انه في الكلمه هي التارجت والسراوندينج ووردز هي النيبر ووردز وبتكون انت معلمها زي هيك. وزي ما انت شايف هنا انه كل مره انت بتركز على target word او central word معينه. central word مش موجوده في الانجرام الجوريثم. تمام طبعا دكتور حدث central بالنسبه للسنترال. طب الان احنا اخذناها على سنتس بس القصد انه مش واضحه في الكوربس كيف يعني هياخذ مثلا حرف الاي يشوف مثلا ايش السراوندنج لها في كل الكوربس ولا كيف هو على مستوى السنتنس متصورها انا لكن على مستوى الكوربس ككل ولا هيمسكها سنتنس سنتنس ايش اللي بصير بالضبط؟ طيب
ناخذ هذا المثال أو هذا المثال، بعرفش إنه نقدر إنه ننسخه، مش مكتوب كتابة. خلينا نرجع لهذا المثال. وخلينا نفتح صفحة جديدة للسكيب جرام. وبدنا نشيل الكوما فور سمبليسيتي. هي فيها 2A يعني ممكن يكون المثال واضح. بالضبط. تمام. الآن هذه التارجت وورد أنا عندي. تمام. فباخذ بالضبط. فباخذ زي هيك. إنه هذا هذا بوزيتيف. بالضبط. تمام. يعني مقابل كمان. لا بدي أروح أخذ إنه يعني كل بوزيتيف إكزامبل بروح بعمل سامبل لنيجاتيف إكزامبل لإله. فبالتالي هنا مثلا عندك ليمون فبنانا مثلا تيسبون مثلا هنا فورك، بس مجرد اي شغلات يعني بتخطر في بالي هذا النيجاتيف. اوكي الان نيجي ل نعمل شيفت لكمان واحده زي هيك، بس لازم المثال انه ما يكونش موجود بوزيتيف نيجاتيف، مش لازم يكون بوزيتيف في الدوكيمنت تبعي. كيف البوزيتيف مش لازم يكون نيجاتيف كمان مرة؟ لا النيجاتيف مثلا بنانا وأهفور هذا الممنوع موجودة في الدوكيومنت عشان تكون نيجاتيف. لو كانت جيم بنش مثلا، لو في الشيء اللي عملنا له جنريشن عشوائي هي بوزيتيف في الدوكيومنت. صحيح صحيح، لأنه يعني أنت بتطلع هدول الكلمات أنا جبتهم من الليكسيكون تمام، ومش موجودين أنت عندك في السياق انه ك surrounding words لل A. فبالتالي انت بتروح بتختار بشكل عشوائي من الليكسيكون بشرط انه ما تكونش من ضمن surrounding. يعني انت بدك تختار اختار لي اي حاجة غير الليمون والتيسبون واي حاجة غير الابريك غير الجام والبنش. خلاص تمام. يعني حين بصير عندنا هنا في الدوكيومنت او في الكوربس تو اكزامبل بوزيتيف ما سواهم نيجاتيف. بالضبط بالضبط، يعني هذا برضو حيجي. يعني أنا حاجة هكمل لك زي هيك تمام، وأعمل لك واحد مثلا هنا مثلا دا هنا نيجاتيف وهنا مثلا ان بدل اي. هاي نقط نقط دكتور نقط. سؤال صغير. كيف سؤال صغير في سطر أربعة هو الـ مش surrounding word تعتبر صح؟ وينها سطر أربعة؟ ايش انا التارجت وورد انا عندي تيبل 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 سبون. انا فكرت حرف الاي احنا لسه بنحكي. احنا ضربنا حرف الاي، عملنا شيفت. يعني احنا اخذنا الاكزامبل الاول هيو، اخذنا كبوزيتيف اكزامبل، عملنا سامبل لنيجاتيف اكزامبل، بعدها عملنا شيفت للكلمه اللي وراها اللي هي تيبل تيبل سبون. تمام تمام تمام. اخذنا بوزيتيف اكزامبل لها، عملنا نيجاتيف سامبل لإلها. وصلنا للإكزامبل الأخير اللي هو الـ A. هاي الـ A موجودة في سياق اللي هو هذا، وهي موجودة positive بسرراوندينج words وموجودة برضو بسرراوندينج words تانية. فهي موجودة في سطر 2 وسطر 7 كترينينج instances مختلفات. تمام تمام أوكي. طيب حاجات هنا انه زائد وناقص 2، هذه احنا بنسميها عادة الويندو. شوف الويندو هيا انت بتتحرك 2 2، شايف يعني كيف اكثر الويندو او تقل؟ يعني ممكن يكون الويندو واحد او ممكن يكون ثلاثة مثلا. بالضبط او خمسة. بالضبط بالضبط. تمام. فالان يعني ايش الجول؟ بروح باخذ تابل، تابل اللي هو عبارة عن تي و سي اللي هو التارجت والكونتكست اللي هو ابريكوت جام ابريكوت ارد فاك اوكي، وبده يرجع لي probability انه قديش انه البروبابيليتي تبعت البوزيتيف وقديش البروبابيليتي تبعت النيجاتيف. وما دام البروبابيليتي انه هي
مجموعهم واحد، فالبروبابيليتي تبعت النيجاتيف حتكون واحد ماينس البروبابيليتي تبعت البوزيتيف. فحيقول لي قديش انه البروبابيليتي انه والله ابريكوت ابريكوت مع جام، حيقول لك انه والله بوزيتيف 80%. تمام؟ يعني هنا فور انستانس هنا نحطها as a probability إنه positive، وهنا given that هذه الإشارة given that، وهي الطابل اللي انت عندك اللي هو apricot jam هذه بتساوي على سبيل المثال 0.8. تمام؟ فبالتالي بطبيعة الحال الـ probability تبعت النيجاتيف حتكون 0.2 اللي هي 1 ناقص 0.8. تمام؟ هاي معنات هذا الكلام ببساطة شديدة جدا جدا. طيب كيف نحسب البروبابيليتي؟ بدنا نعمل موديل سيميلاريتي والدوت برودكت، ولكن المشكلة بتواجهنا مشكلة انه الدوت برودكت هي عبارة عن مش بروبابيليتي ولا الساين ولا الكوساين كذلك. فبالتالي ببساطة احنا ممكن نحول الموضوع هذا انه نستخدم السيجمويد. اكيد مرت عليكم السيجمويد. عشان اطلع لنا رينج يعني هنا والانحراف بالضبط، بدل ما يطلع لنا 0 1 بنحول الدوت برودكت لبروبابيليتي. هاي الغرض من الموضوع بس، يعني عشان انه يعمل حساب للموضوع. فبالتالي المعادلة اللي انت شفتها هذه انه انت تحسب فيها البروبابيليتي تبعت الطابل هذا، حتصير انه انت بس مجرد بدك تعوض في معادله هذه معادله السيجمويد. فبالتالي انت بدك تحسب البروبابيليتي تبعت البوزيتيف والبروبابيليتي تبعت النيجاتيف اللي هي عباره عن 1 ماينس البروبابيليتي تبعت البوزيتيف بهذا الشكل. تمام؟ ببساطه شديده جدا. اوكي، الان الاسامبشن تبع الاندبندنس في البروبابيليتي عارفينه؟ الاندبندنت بيعكس يعني اللي هي اللي افترض انهم اول حاجه غير مرتبطين الا يعني لو موضوع الديبندنس، يعني على سبيل المثال انه بدنا نحكي قديش احتمال انه السماء تمطر، ايش العوامل المرتبطه باحتماليه السماء تمطر. بنفرض كل العوامل انها غير مرتبطات مع بعض الا لو بدنا نسرد العوامل. اول شيء اول حاجه انه يكون انه الجو غائم ولا لا، قديش احتماليه انه الجو غائم، وبدنا نشوف احتماليه الريح، يعني سرعه الريح مثلا واتجاهها، وكذلك بدنا نشوف احتماليه الرطوبه. تمام؟ فهدول عباره عن ثلاثه فاريبلز تمام مرتبطين مع بعض، لأنه فعلا الرطوبة مرتبطة بالرياح مرتبطة بالسحب. تمام؟ فالآن لما بدي أجي أحسب البروبابيليتي لهدول الشغلات المرتبطين لبعض، حسابها معقد جدا جدا. عشان أبسط الحساب بفترض إنه هدول الثلاث متغيرات إنه independent، يعني ما لهمش علاقة مع بعض، مع انه الاسامبشن هذا مش صحيح. تمام؟ والغرض من هذا الاسامبشن انه بس انه انا يعني to simplify the computation. كمان مرة، هذه شغلة كتير مهمة انت عندك في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، وخاصة في حساب البروبابيليتي، انه يعني عادة بيفترضوا الـ independence عشان تبسيط الحسابات. يعني احنا حكينا انه انه الـ probability تبعت الرين تمام مرتبطة بالـ probability تبعت الـ humidity، وخليني اكتب small اريح لي،
والبروبابيليتي تبعت الرين عفوا والبروبابيليتي تبعت الويند والبروبابيليتي تبعت ايش حكينا كمان الكلاودي او الاوفركاست او خليها الاو. هدول الثلاثة variables لما بدك تحسب ناتج البروبابيليتي تبعتهم يعني حساب البروبابيليتي كجوينت بروبابيليتي معقد جدا لتبسيط الحسابات. بروح بفترض بعمل اسوم انه ال H وال W W إلا ايش حكينا الويند نعم وال O انه هي independent y to simplify computation لانه الindependent probability ببساطه بتصير انه الحساب انه مجرد انه انت تجيب حاصل الضرب فبالتالي هذه ستار لا ستار. اما لو بدك تحسبها كجوينت بروبابيليتي بدك تحسب هاي البروبابيليتي مش راح تقدر تحسبها بمعزل عن هدول فبدك تدخلها ككونديشنال بروبابيليتي. شو احتمال انه تكون هيوميديتي اذا كانت انه الطقس ويندي ولا مش ويندي واذا كانت انه السماء اوفركاست ولا لا والثانيات برضه بدها تكون نفس الشيء فبالتالي انه بيصير في عندك تعقيد في حساب كل واحدة لحال في حساب الجوينت بروبابيليتي لإلهم عشان تحسب البروبابيليتي تبع الطرين. لكن إذا أنت اعتبرت إنه هدول independent هم فعلياً مش independent بس إحنا بنعمل assumption هذا عشان to simplify computation فبالتالي هنا إحنا بنروح نفرض إنه ال context words هدول independent. هذا الكلام مش صحيح يعني I saw بدي اعتبرها انه هدول انه independent بدي اعتبر انه شو البروبابيليتي انه تكون ال A مجاورة لل so والبروبابيليتي تبعت ال A مجاورة لل I بدي اعتبرها انه هي independent مع انه الاسامشن هذا مش صحيح هما فعليا معتمدات على بعض تمام. شو السبب في هذا الاسامشن انه في الاخير بدي يكون عندي عبارة عن حاصل ضرب زي ما انت شايف زي هيك هذه الاشارة عبارة عن حاصل ضرب لكل الكلمات المجاورة بس لتسهيل الحسابات. أتمنى إنه تكون النقطة هذه وضحت يعني حاولت إني أنا أبسطها قدر الإمكان. واضح يا شباب؟ واضح دكتور نشام. أوكي. تمام هذه لما كانت الويندو 2 أي بوزيتيف سامبل إيش البوزيتيف سامبل؟ شوف اختار هيو أبريكوت تيبل سبون أبريكوت أوف أبريكوت بريزيرفز تمام هي عادي اماكن يعني موجوده في اماكن ثانيه في الكورس تمام. اما نيجاتيف سامبل هي زي ما انت شايف راح اخذ كلمات ابريكوت وير ابريكوت كوكسل ابريكوت فوريفر اي كلمه من القاموس راندوملي اعمل سيلكت لها تمام وبس ما تكونش موجوده ضمن الكلمات المجاوره لكلمه ابريكوت يعني هي الكونديشن. وبالتالي هاي كمان البوزيتيف سامبل وهي النيجاتيف سامبل تمام وهي بده يعمل التريننج فبالتالي للانتاير سيت بدنا نعمل ادجست للورد فيكتور ساتش ذات انه بدنا نعمل ماكسمايز للسيميلاريتي بين التارجت وورد والكونتكست وورد بير من البوزيتيف سامبل ونعمل مينيمايز للسيميلاريتي بين هذول الشغلات يعني هذه وظيفه اللوجيستيك ريجريشن انه يعمل ماكسمايز للسيميلاريتي بين الكلمات والكلمات المجاوره لها ومينيمايز للسيميلاريتي بين الكلمات والنيجاتيف داتا للكلمات هاي تمام. هاي ببساطه الامر نبدا نعمل ليرنينج للكلاسيفاير وبعد ما نخلص ناخذ الويت ك امبيدنج طبعا الايفالويشن كريتيريا بدنا نعمل ماكسمايز هذا الكلام اللي هو عباره عن السيميلاريتي او البروبابيليتي تبعت البوزيتيف سامبل زائد البروبابيليتي تبعت النيجاتيف سامبل انه يجيبها بشكل صحيح يعني انه ككوركت كلاسيفيكيشن
تمام. اوكي طيب، حكيت بنا يعني في مفهوم التريننج، يعني مش التريننج بيكون فيه له ايرور، والايرور هذا بدنا نعمله مينيمايز. كيف بدنا نعمله مينيمايز؟ في عنا واحده من الطرق اللي هي نستخدم الجريدينت ديسنت. بالضبط. ما مفهوم الجريدينت ديسنت؟ هو الانحدار او الميل الاشد انحدارا. بدي اياك تتخيل انت عندك زي هيك، هي انت عندك هذه عباره عن نقطه في السبيس، تمام، وخطوط الكونتور هذه بتمثل انه منخفض، تمام، وانت موجود في مكان ما زي هيك، فانت عباره عن سيرش بروبلم، اروح بهذا الاتجاه ولا بهذا الاتجاه. يعني انت افترض انه انت موجود هنا، او خلينا نقول زي ما هو موجود، هي موجود هنا، اروح بهذا الاتجاه بقلل الايرور، ولا هذا الاتجاه بقلل الايرور، ولا كيف؟ فهو فعليا بروح بيمشي كستيب، بفحص هل قلل الايرور، اوكي ضلك في نفس الاتجاه. قلل الايرور، او خليني افصل لك اياها اكثر، انه عند هذا الستيب بروح بجرب زي هيك وهيك 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 وهيك، وبروح بقول لك انه اي مسار من هذه المسارات هي الاشد انحدارا. ايش يعني الاشد انحدارا؟ بتقربك اكبر للقاع تبع السبيس اللي انت موجود فيه، والقاع هو بيمثل المينيموم ايرور، اقل ايرور انت ممكن تجيبه للكلاسيفاير. هاي فكره الجريدينت ديسنت، تمام. فكل ستيب من هدول اللي انا شرحت لك اياهم هنا، هيو ممكن انه اوضح لك اياهم هنا، انه هي الليرنينج ستيب زي هيك، كل مره انه انت بتمشي لغايه لما تصل لاقل ايرور، فبالتالي انت بتعمل ستوب للكلاسيفاير تبعك. هذه يفترض انه مرت عليكم في المشين ليرنينج، مرت علينا اللي هي اقل سلوب عند الصفر. بالضبط، تمام. مش كل الشباب بعد ماخذين المشين ليرنينج. اللي عنده سؤال يسال. واضحه يا شباب ولا لا؟ تمام واضحه، بس مش هو على راي ناس، مش الكل اخذ ماشين ليرنينج. ماشي، يعني بدي حدا من اللي ما اخذ ماشين ليرنينج يعني سمعني صوته عشان اعرف ايش يعني. دكتور في حدا؟ احنا ما ضلش حدا في اللقاء، انا شايف معقول. اربعه موجودين، ثلاثه، انا واحمد وانس، ذاك انا الرابع يعني. اوكي. طيب اوكي، طيب في حدا من الموجودين مش ماخذ ماشين ليرنينج، او مش واضحه عنده الجريدينت ديسنت؟ طيب كيف نعمل learn more to vec skip gram embedding؟ ناخد v random 300 dimensional vector as initial embedding، نستخدم logistic regression classifier، تمام، وبناخد الكوربس مع البيرز تبعتي ك co-occurrence لpositive samples والnegative samples اللي هو تكرار نفس الكلام، وبنستخدم نعمل trainer classifier، وبعديها نعمل adjustment للweight تبعته، ولما نخلص ناخد الweights كembedding. هيدي بس، هي كل. الآن السؤال كيف نعمل evaluation للembeddings اللي هو فعليا الامبيدنجز ممكن يصير لها ايفالويشن من حيث. طب بس دكتور،
في شغلة بس في لبس الحين مش الحين تقريبا هو الموديل بيعمل كلاسيفيكيشن تقريبا في شغلتين داخلين مع بعض الحين. الحين بالنسبة للايرور ريت من خلال اللي هو الجريدنت ديستنس مش هو غالبا بيكون في النيورال نتورك ماشي، بس برضه موجود في اي ماشين ليرنينج الجوريثم، لانه يعني ايش موجود الهدف، حتى في كيف بيعمل تريننج اساسا، كيف بيعمل تريننج، مش بده يقيس انه يعني الايرور وبده يقلل الايرور هذا قدر الامكان. صحيح، لكن كل الجوريثم يعني في له طريقه معينه. يعني مثلا النيورال نتورك بتعمل ادجستمنت للويت، سبورت فيكتور ماشين مثلا بتغير من المارجنز تبعت او الكيرنل، او مثلا اللوجيستيك ريجريشن مجرد انه هي بتحرك اللاين يعني نوعا ما زي هيك وهكذا. طيب الايفالويشن ممكن نحن نعمل ايفالويشن على اكزيستنج ليكسيكون زي الوورد سيم او السيم ليكس، تمام، لانه هدف الليكسيكون انت عندك كل كلمه يعني اشتغل ناس اشتغلوا عليها انه يعني انوتيتد مانيوالي انه كل كلمه والكلمه المشابهه لها وقديش درجه السيميلاريتي، فبالتالي ممكن نحن نطبق الموديل اللي احنا تعلمناه اللي احنا دربناه على بعض الكلمات من هدول الليكسيكون ونشوف قديش انه هو بيجيبه بشكل صحيح، فبالتالي انت عندك اكثر من ريسورس تعمل ايفالويشن لهذا الكلام. اوكي، الخصائص تبعت الامبيدنج، لو استخدمنا الويندو 2 زائد 2 وناقص 2 فانت على سبيل المثال انه بتجيب النيرست وورد لهذه الكلمه الهوجوارتس هذول الكلمتين، بينما لما بتستخدم خمسة الويندو تكون السايز تبعها خمسة فبتجيب مش هدول الكلمتين زائد كلمة زيادة، لا بتجيب كلمات مختلفة، فالترينينج اختلف فعليا، فبالتالي السيميلاريتي بيعتمد بشكل كبير على السايز تبع الويندو سي، فهذه خاصية من خصائص الوورد امبيدنج. فلا تعتقد انه انت كل ما توسع الامبيدنج راح يجيب لك نفس هدول بالإضافة ل كلمات زيادة، لا راح يجيب لك كلمات مختلفة. ليش؟ لأنه الـ training examples الـ context تبعها اختلف. فضل. كنت أحكي إذا وسعنا الويندو حيصير أصعب، حيصير الكلمات اللي حتكون في حتكون أقل وأدق. كيف كل ما توسع الويندو؟ يعني مثلا حيصير مثلا والله مثلا الكلمه هذه مثلا الكلمه المجاوره إلها في الويندو 2 مرات بتلاقي اتكررت مثلا اكثر من مره، فصار في كثير كلمات صارت مجاوره إلها في الويندو 2، لكن ويندو 5 صارت انت بتحكي عن كلمات يعني بتقلل البروبابيليتي نوعا ما. بالضبط، بتصل لجمل اكثر من انه كلمات مترابطه، تقريبا بتصل لجمل مع خمسه. صحيح، يعني خمسة أنه ممكن تكون جمل، بس يعني اللي بقصده زميلك أنه البروبابيليتي أو التكرار لهذا النمط بيقل. صحيح، فبالتالي أنه يعني نتائج الكلاسيفيكيشن أو نتائج الامبيدنجز بتكون أنه مختلفة شوي. طيب ايش ممكن نستخدم الوورد امبيدنج؟ اول خيار ممكن نستخدم اللي بعمل انوتيشن قاعد مين شكله بالغلط. اوكي، اللي يعني بنستخدمه في الانالوجي. الانالوجي يعني بنحاول ان احنا نعمل كابتشر للكلمات اللي يعني مثلا الانالوجي مان، الانالوجي لها وومن، انكل انت، كينج كوين، king، kings، queen، queens بهذا الشكل. فبالتالي انت تعمل الفيكتور تبع الking minus الفيكتور تبع المان زائد الفيكتور تبع الwomen بيساوي الqueen. يعني زي كأنه انت بتقول انه علاقة المان للqueen زي علاقة الking، عفوا علاقة الking للمان هي نفس علاقة الwomen للqueen،
بهذا الشكل. فبالتالي أنت بتاخذ إنه king ناقص المان ناقص الومن، عفوا زائد الومن، إيش المفروض إنه يطلع عندك؟ the queen. زي هيك. وهنا نفس الشيء، باريس ماينس فرانس زائد إيطالي، يفترض أنت عندك إيش الميسينج؟ روم، عاصمة، العاصمة صريح بالضبط. هذه يعني word representation لبعض الكلمات، strong stronger strongest. طيب حاجات في شغلة كتير مهمة برضو ممكن انتو تشتغلوا عليها، يعني انا بشغلكم يعني بشجعكم انتو تشتغلوا عليها في البروجيكت لو حابين تشتغلوا عليها، انه انتو تستخدموا الامبيدنج عشان تدرسوا الهيستوري، الهيستوري تبع الكلمات. كيف بتروح بتجيب تكست للأولد بوكس، وهذا الكلام متوفر عندنا في العربية، يعني انت عندك المكتبة الشاملة تمام، بتروح بتجيب لي كل الكتب اللي تم تأليفها في الألفية الأولى، يعني كل الكتب تبعت ابن القيم والغزالي وكل الأمور، كل هذه الكتب إنه أنت بتروح بتجيب لي إياها، بتقدر إنه أنت تحصل عليها كبلين تكست من مكتبة الشاملة تمام، وبتروح تعمل ترين لإمبيدينج موديل عليها عشان تشوف كيف تغير الكلمات هدول. يعني بمعنى آخر بتجيب تو كوربس، كوربس من الألفية الأولى هي كتب القي يعني ابن ابن يعني ابن القيم والغزالي وكل المؤلفين اللي موجودين في هذه الفترة، وبتجيب كتب تم تأليفها في العصر الحديث، يعني روايات مثلا أو مؤلفات أو كتب للمنفلوطي ولا مؤلفين كتار تمام، وبتعمل تو embedding model. كيف بتقارن؟ زي هيك، يعني هنا بتطلع يعني انت بتروح بتبني موديل للتكست اللي تم تأليفه في 1900، وبتعمل embedding عفوا train embedding model للتكست اللي انت عملت له training عفوا للتكست اللي تم تأليفه في 1950 والتكست اللي تم تأليفه في 2000. بتروح بتجيب الوورد فيكتور لكلمة dog 1920 بتقارنها مع كلمة dog في 1990، بتشوف انه كيف انه هدول يفترض انه هي نفس الكلمة ولكن انه الويتس تختلف، فبيبين لك انه هذا الكلام كيف يعني كيف. على سبيل المثال انت عندك هنا من 1805 ل 1990 هذه البوك البوكس ديتا، انت عندك على سبيل المثال انه في كلمة جاي على سبيل المثال السياق تبعها في 1900 كان دافت مثلا فلانتينج تيستفول شغلات زي هيك تمام، الآن اختلف السياق في المجلات والصحف اللي تم تأليفها أو تم نشرها في 1950 لبرايت مثلاً ويتي، والمعنى اختلف تماماً في التسعينيات، إنه الجاي إنه له علاقة بالهوموسيكشوال وكل الأمور هذه يعني الشواذ تمام. فبالتالي لاحظ إنه الكلمة نفسها هي موجودة من زمان، ولكن في 1900 كان في إلها سياق معنى والكلمات المجاورة لإلها يعني بتدل على هذا المعنى، وكانت في 1950 برضو يعني كان في إلها معنى والكلمات المجاورة لإلها بتدل على معنى، وهنا في التسعينات للأسف إنه صار في عندك اختلاف في المعنى بشكل كبير. ناخذ كلمة تانية، كلمة broadcast، شو بتفهم من هذه الكلمة؟ بث، صح؟ بس بث لإيش؟ مرتبطة بالفيديو وال... ماشي، بس بث لإيش؟ في 1850 لما أجي أنا أحكي كلمة بث ممكن واحد يخطر على باله إنه هو عمل مثلاً بث للبذور للحب،
عمل scatter يعني هاي يعني يعني هنا so seed sows spread نشر نشر البذور بث البذور زي هيك نشر الحب في التربة هذا في 1850 لكن مع بداية التسعين البرودكاست النشر عفوا أو البث إيش مرتبط مرتبط بالنيوز بيبر والتلفزيون والراديو تمام وبداية التسعينات صار برضو هيو طلع أنا عندي ترم جديد اللي هو البي بي سي فلاحظ إنه نفس الكلمة كلمة بثة اللي هي برودكاست بالإنجليزية موجودة من ال يعني من القرن الثامن عشر من القرن التاسع عشر لكن الكلمات المجاورة لإلها اختلفت عبر العصور فأنا بشجعك جدا إنه أنت تشتغل على بروجكت زي هيك يعني أي حدا فيكم بيختار بروجكت زي هيك يعني أنا ممكن أدعمه بشكل كبير في موضوع اختيار الأدوات وكيف إنه هو يعمل word embedding زي ما حكيت لك إنه أنت بتروح على المكتبة الشاملة هيكتشف المجهول في في كلمات انقرضت طب دكتور إيش كيف الريزلت ممكن إحنا نبينها ونعرضها زي هيك بالضبط يعني أنت بتختار كلمات مثلا كلمة بثة شوف ليها كلمة بث كيف موجودة في كتب الغزالي وكتب ابن القيمية وابن وابن الجوزي وكل يعني المؤلفين اللي موجودين في العصر في عصر الألفية الأولى تمام وشوف لي كلمة بث كيف السياق تبعها أو إيش الكلمات إيش الكلمات المجاورة لإلها في المؤلفات في العصر الحديث سواء كانت جرائد أو صحف أو مجلات أو يعني حتى يعني من البي بي سي يعني مواقع إخبارية بالعربية زي البي بي سي يعني حيكون البحث عن تطور استخدام الكلمة بالضبط يعني في بتطلع نوليج يعني بدي إياك تجيب لي الكلمات المجاورة لكلمة بث في كتب الألفية الأولى في كتب الغزالي وتجيب لي كلمة بث في المقالات الإخبارية في البي بي سي إيش الكلمات المجاورة إلها فبالتالي أنت بتعمل ريبريزنتيشن بهذا الشكل هاي النتيجة بتكون شكلها زي هيك تمام والريسورسز موجودة في المكتبة الشاملة بتقدر تحصل على المؤلفات يعني أنت بتقدر تعمل تنزيل المكتبة هاي تصفح في المكتبة هاي كتب ابن القيم محطوطة في يعني كتب ابن تيمية يعني حتى ممكن نقارن بين يعني بين شخصين يعني كابن القيم وابن الجوزي كيف استعمل الكلمة يعني بالضبط انت بتجيب تختار كلمة مفردات معينة تمام ايوه انت في عندك 71 نبحث هذا في 71 مؤلف هذا ابن القيمية ابن القيم 35 مؤلف تمام فقه الشافعي هنا كل مؤلفات الشافعي تمام 62 دكتور بس في سؤال تفضل الملفات البي دي اف اللي مكتوب فيهم لغه عربيه ايش افضل طريقه استخراج اللغه الكلام العربي منهم انا جربت قبل هيك وخشيت مش بمتاهه 100 متاهه كل واحد له انكودنج هذا ابل هذا مايكروسوفت قصة يعني. عندك مكتبه في البايثون اسمها text tract python الو معك تمام هذه المكتبه بتعمل لك extract للtext طبعا هي بتحاول قدر الامكان يعني ممكن يكون انه اصلا يعني هاي البي دي اف طبعا بيدعم لك البي دي اف يعني بيدعم لك الصور والجي بي جي وكل الشغلات بتحاول قدر الإمكان أنه يتعمل لك إكستراكت لتكست ولكن يعني قد يكون في بعض الكلمات العربية أنه نوع الخط أو الإنكودينج تبعها بيطلع لك يعني خرابيش يعني فمش دائماً أنه هي بتزبط لكن بتريحك أنا استخدمتها وكانت نتائجها كتير كويسة في الملفات العربية البي دي أف اللي معمولة ب
بي دي اف ريدر حديث يعني نوعا ما. اوكي فهي المكتبه. الان لو انت بدك تستخدم المكتبه الشامله انت مش محتاج لكل هذا الاشي. ليش؟ لانه هو بدي لك اياه، بدي لك خيار انه انت تنزل، يعني خليني ارجع هنا متفرغ وجاهز. اه صحيح بالضبط. يعني كتب ابن ابي الدنيا، هذا اول علي. اوكي كتب ابن تيميه احاديث القصاص، وعلى فكرة أنت لو نزلت السوفت وير هذا إخفاء وصف أمراض القلوب وشفاؤها، فهرس الموضوع. لو ضربت على فهرس على موضوع من المواضيع كيف؟ المواضيع هي موجود يعني إنه مفرغ التكست هيك، بس أنا كنت بدي أعمل له داونلود. أنت في عندك في التطبيق هنا تنزيل المكتبة، التطبيق نفسه بدي لك خيارات انه انت تنزل بي دي اف ولا بلين تكست ولا كذا. بتنزل الكاتيجوري كلها، يعني بتنزل الكاتيجوري هذه كلها تبعت ابن تيمية، تمام، اللي فيها 71 كتاب. يعني كلها بتقول له نزل لي اياها اوفلاين كبلين تكست، بنزل لك اياها. تمام، هاي الكوربوس موجودة، و لو بدك تشتغل مشروع زي هيك يعني بيكون كتير ممتاز. وهيو ابليكيشن على شغلات معينة. ايش في عندك برضو خيارات كمان انه يعني غير انه انت تجيب الكلمات في سياق تاريخي، يبقى اسم المشروع هذا انه هو embedding can help to study world history. world history تاريخ الكلمة، انه بتجيب الكلمات المجاورة لإلها في حقبة معينة، وبتجيب الكلمات المجاورة لإلها في حقبة أخرى، وبتقارن هدول الكلمات زي ما هو موضح عندك هنا. هنا الـ evolution of sentiment words. الـ sentiment words اللي هي الكلمات اللي مرتبطة بالمشاعر، يعني هاي بتواريخ مختلفة 1860 1900 1940 1800. فبالتالي sentiment of terrific. Terrific كانت سابقاً negative word من 1800 لغاية 1940، خليني أقول لك هنا لبداية مطلع السبعينات، كانت كلمة negative terrific. أكيد عارف شو معنى الكلمة هذه. terrific يعني حاجة رهيب، يعني رهيب يعني حاجة رهيبة، تمام. حتى احنا فعليا انه لما احكي لك انه والله رهيب هذا يعني البرنامج، يعني شيء فظيع، يعني شيء بوزيتيف، تمام. سابقا كانت هذه الكلمه نيجاتيف، تستخدم في سياق نيجاتيف. فبالتالي انت ممكن تدرس السنتمنت برضو عبر التاريخ من خلال هاي الشغله. في عندك موضوع اسمه برضو الامبيدنجز اند بايس. المقصود بالبايس اللي هو الانحياز. الانحياز يعني ممكن انه الامبيدنج بيعكس لك الانحياز في الكلتشر الموجودة عندك. يعني على سبيل المثال لو يعني السيميلاريتي، انه على سبيل المثال انه باريس فرانس طوكيو اكس، عوض لي باكس بروح بجيب لك جابان عاصمة، يعني او البلد اللي فيها العاصمة طوكيو. الآن لو سألت father doctor mother nurse، شايف البياس وين بدأ يظهر؟ هذه في شيء فيها بياس، هاي فيها بياس. يعني بمعنى آخر إنه وكأنه بقول لك إنه بابا بيشتغل دكتور وماما بتشتغل ممرضة، هيك يعني هذا stereotype. هذه شغلة يعني نمط عام او بايس، يعني انه دائما انه الوظيفه تبعت الذكور مرتبطه بالدكاتره، والوظيفه تبعت الاناث او الامهات مرتبطه بالتمريض. اللي بعدها شوف ممكن معنى، لا انا دكتور انه
دكتور ممكن لها نعم معنى شوي مضحك، يعني كل الدكاترة النار بيتجوزوا مرضان صحيح بالضبط، يعني يعني هذا انه ربطها بالضبط انه هذا في يعني انه جابه من الامبيدنج. الان هنا مان كمبيوتر بروجرامر، وومن هوم ميكر، هذا بعتبره جندر بايس، هذا بعتبره جندر بايس. ايش الجندر بايس؟ انه انت يعني بقول لك انه طب يعني انه يعني البنات بعرفوش يبرمجوا، يعني ايش الانحياز هذا؟ وفي انت عندك بالمناسبة في كتير انه كونفرنسز يعني بيكون انه الاوراق العلمية تبعتها انه بتركز على موضوع البايس اللي موجود عندك في التكست، تمام؟ هتلاقي في عندك هنا بايس أكثر، هنا أمثلة أكثر على الكلتشر بايس. يعني على سبيل المثال هتلاقي إنه الأفريكان نيمز زي هذول الأسماء عندهم، هذا جيلوف، هذا عبارة عن موديل تاني غير السكيب جرام كوساين with unpleasant word زي مثلا abuse, stain, ugly، يعني كلمات انه بشع، دائما في اساءه من الاسماء الافريكان، بينما الاسماء الاوروبيه تمام زي براد، جريج، ايش مرتبطه دائما بلوف، بيس، ميركل، هذا بايس. فبالتالي زي كانه بيكون في عندك بايس في الاثنيسيتي او الاسماء اللي من جندر معين، او لما تيجي تحكي مثلا يعني بلد معينه، فبالتالي انه ايش الشغلات اللي بتيجي انه اسوشيتد معاهم، فبالتالي هذا نوع من البايس. فهنا ايش الدايركشن؟ برضه هذا دايركشن انت لو بدك تعمله كريسيرش مش كبروجكت عندنا في الكورس اللي انا طرحت لك اياه سابقا، هذا او هذا ممكن تطبقه كبروجكت يعني لانه ابلكيشن بس، بينما هذا دايركشن انه دي بايسنج الجوريثم فور امبيدنج، انه يخلي الامبيدنج انه يتعلم السيميلاريتي ولكن في نفس الوقت انه ما يكونش في عنده انحياز، تمام؟ الكومبيتنس adjective bias towards men. المن عادة إنه smart, wise, brilliant, intelligent, resourceful. تمام؟ ف يعني هاي الشغلات دائما مرتبطة بالمن. بقول لك طب احنا الومن وين؟ بقول لك إنه هذا البايس إنه بيقل ببطء بالتدريج يعني، تمام؟ يعني هذا ريزلت من البيبر هذه المنشوره في 2018. اوكي اتيتود فور يعني ethnic groups ان هاد ذا سكور لادجكتيف، انه هذه الادجكتيف لethnic group، يعني على سبيل المثال انه تشاينيز names embedding with adjective correlate with the human ratings. يعني شوف لي هنا انه هنا change on association of Chinese name with adjective formed as othering. Othering اللي هي المقصود فيها انه انت بتحكي على الاخرين، يعني احنا والاخرين، الاخرين اللي هم انت بتقصد فيهم، قد بتقصد فيهم انه الناس البربريك الهمجيين أو الناس البيزار يعني غريبي الأطوار أو عجيبين، تمام؟ الكلام هذا هيو شايف من 1900 لغاية 1990 هذا الكلام عن التشاينيز بيقل البايس ضدهم. هنا بعض الكلمات هيو 1910 1950 1990 انه ايش اكثر الكلمات الاسوشيتد مع التشاينيز، تمام؟
هذه هي الخلاصة. الخلاصة إنه الـ concept أو الـ word sense هي عبارة عن complex many-to-many association الـ words، وشفنا إنه إيش هي العلاقات في المحاضرة الماضية. تمام، شفنا علاقات عديدة جدا. الـ embeddings هو عبارة عن model للـ meaning. تمام، أكثر fine green، وممكن يكون ممتاز جدا للمودلينج للسيميلاريتي والانالوجي. تمام، ممكن تستخدم السبارس موديل زي تي اف اي دي اف او الدنس موديل زي الورتوبيك او الجي لوج في ايجاد السيميلاريتي او في الامبيدنج بالاحرى، لكن يفضل ان تستخدم الدنس موديل للميزات اللي احنا ذكرناها في بدايه المحاضره. وممكن نستخدم الإمبيدنج في دراسة التاريخ، تاريخ الكلمات زي ما احنا شفنا. وبهيك إن شاء الله بنكون خلصنا الدرس تبع اليوم، وإن شاء الله المحاضرة الجاية نبدأ في الباب السابع. بدي أدلك على ريسورس كتير مميز. أنت عندك في تنسور فلو، تروح هنا على الإمبيدنج تكست، في عندك هنا وورد إمبيدنج بيشرح لك عليه وبوجي لك كيف إنه أنت تستخدمه في الوصفة عندك. تمام، هنا Use Embedding Layer، فهي عمل الإمبيدنج Layer. تمام، وطلع استخدم السايز تبعه 1000. تمام، استخدموا مع Classification Model. فهذه الشغلة احنا حنجيلها ان شاء الله، انه هيو حط طبقة Embedding، بعديها يعني حط طبقة Dense، انه لما تيجي للText Classification يعني حنشوف كيف نستخدم هاي الاشياء. تمام، لكن انه انت عندك وصفة Word Embedding هذه لو حابب انه انت تطبقها في تنسر فلو موضح لك هاي الامور. هيك انا بكون خلصت. اذا في عندكم اي اسئلة او استفسارات انا جاهز. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك رب. اوكي، الله يعافيكم يا رب. خلاص نتوقف هنا، وإن شاء الله موعدنا المحاضرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية.